انها رشي صوت كان الفكره ديالها هي اللي جات. واحد النهار كنا جالسين والله العظيم كنا جالسين، انا قلت لها نخاف ندير هذا النوع البرامج ما نقدرش، قالت لي لا زعما جبت معايا الفكره ووقفنا باش نختاروا الاسم للبرنامج. قالت لي شنو نختاروا؟ قالت لي دير الاسم ديالك رشيد. رشيد قالت لي دير رشيد شوف قال لا راه سميتي في البرنامج ما جاتش، ولكن الحمد لله درت سميتي وما كرهتش كاع دير سميتها هي حياة. تبارك الله عليك حياة شوف فوالا. دونك اليوم الحمد لله هذا فخر لي وشرف لي انني نكون بين هاد المكرمين من نجوم المغرب والوطن العربي، وهذا تكليف ايضا ومسؤوليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.